وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده يا صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده. مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا ابو ريك، ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عطف عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر. شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان، انا مالي. يا بنتي يا نصرة يا رايقة، والنبي ده الأكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسة ما حطتش فركة النعناع، والخلطة هتطلع صايصة. لا والنبي ظلمتك يا ميسة، حطت الخلطة. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عاملة محشي النهاردة؟ لا ده بتاع بكرة يا أخوي، لكن عاملة لك النهاردة طبق فتة هتاكل صوابعك ورا يا واد. يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي، روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل حندهنا. وقدر روحي لي يا اختي بالاونطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه، بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت مفتوح وعيال جد الله بيرعوا فيه، الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوك بيفكر زيك كده. جرى يا بنتي قللت الاصل، انت مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ والنعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصابره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنت، تعالي هنا. اي بنت اللي انت عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انت مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تاند؟ جرى ايه يا نصر؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحاره كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انت مش معادك الساعه 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعه. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعه يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعه؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه، ده انت مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانيه أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حضرتك بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصتي مع رحاب بقى وتعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله، جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه ما شبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها منك. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليكي انت مش عليا انا.
وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لا اقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي؟ باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلك. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه رحام. حاضر. يلا يا جدعان ادي جيب له المايه دي، عايز حد ينظف هنا. ايه ازيك؟ يلا يلا. ايه الاخبار؟ ازيك يا ام ايمن؟ ايه بيسالي؟ جايه لكم. يا نهار ازرق، معقوله؟ ايه ده؟ بنفسك يا ست الناس؟ طب كنت قلت لي كنت طلعت خدتهم انا ولا بعت لك اي حاجه؟ مش هتفرق، وانت عارف ان بيت جد الله ما بيدخلوش غريب. لا 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 الله. طب ليه الوش الخشم ده يا ست نسرة؟ غريب الا الشيطان. وبعدين احنا اولاد حته واحده، السؤال واجب. يعني بالمره تكونوا محتاجين حاجه، عايزين اي طلب، مش كده ولا ايه؟ ايه يا حماد؟ حسابي ولا معلمك مش عامل حساب؟ لا عامل حسابه، ولو مش عامل حسابه عليا الطلاق ادفعه من جيبي. وانا صغير ولا ايه؟ ده انا حماده الطيب اللي هنا من زمان، وشايل جوايا وساكت. بصير اللي ما يعرفنيش يعرفني. وانا يا اخويا مش تلميذه في الدبلوم، ولا راميه ودني للقهات والصعبانيات. والحته دي اعرف رجالتها دكر دكر، ولا مؤاخذه عيل عيل. وبعدين ايه يا اخويا زمان ده؟ ما انت لو اديتيني سكه اقول لك. سكتك مسدوده يا حبيبي. هات الحساب يالا. ابن امبارح بيقول لي زمان ومش زمان. بس انا ما كنت عارفه انك هيك ابضاي. هو انت لسه شفت ابضايات؟ سمعت اغنيه بشه خير؟ ايه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارفه ابات فين. ما لي انا ما عندي. اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدع. سيد سيد فين صلاح؟ غدروا بيا يا سيد. ايه اللي حصل؟ عملوها معايا، خدوا الحاجه كلها، دغدغوني يا سيد. اسمع يا صلاح مش قادر اقف. طب لف لف بسرعه، اسمعني على البيت. We'll be right back.
شنطة الفلوس. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجرى اللي صارت؟ ولا مصيبة هي؟ رح تودينا باخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الاخر. رجع البلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك، قبل ما تصحى تلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وهو جنبك. ماشي. رجعنا. بس العملية كانت على اسمك. وحمايت انا وصلاح واجبة عليك. مثل ما كسرت جبرة يا ابو خريف. وحقي. النصيحة اللي قلت لك اياها هي الثمن، نفذها. وهيك بيبقى حقك وصل لك وزيادة. امين. الولع ساعت على الحجر يا كبير. يا الساعة تيجي كام دلوقتي ياك؟ عدت واحدة وانت مقع عينيك في الجرنان ده. قول لك يا لحوكة، قول لها جوه ده مش الواد معوض اخو فودة؟ اه هو بالون الصايم مع الجدع ده مش فاهم بيهزوا في ايه. طب يا راجل ما تأثر كده وبلاش هزيان على الصبح. انا بصراحة كده انا خايف من اخوك الكبير يعرف اي حاجة عن الحكاية دي، وانا بصراحة كده انا مش قد المعلم فودة ده، هو لو عد عليا كده هيفرم امي. طب يابا مد ايدك خد مصلحتك بدل ما لسانك يزعلك. يا لحوكة. ايوه يا معلم. اكنس. ماشي. كويس الفلوس تبقى عندي قبل المغرب. فاهمني يابا؟ يا فلوسي ما تباتش بره. طب يا سلطان، في ايه؟ سلطان. حاف كده معود. لا بالشرب. بالشغبة دي هناك عندكم في المصمت. بس انا مضطر افوتها لك عشان انت حبيبي. واخو حبيبي برضه. على حوكه حسابك ياه. عيب، ما يصحش يا معلم معوض. لا يصح يا معلم سلطان، وبعدين ابعد عن سكه السعاده يا سلطان الحبيب. الله، ده انت مصرت حاسب بقى. هو من امتى ما حاسبتش انا؟ خلاص، ما دام مصر بقى يبقى تحاسب على كله. حوكه ليسو. نهدى يومين يا سيد ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه. ما فيهاش يا صلاح، الليله هنا برشمت على الاخر. يعني ايه؟ يعني هنلم حاجتنا ونمشي، واللي ملوش لازمه هنسيبه هنا. انت بتتكلم جد يا سيد؟ يا جدع ده احنا من ساعه ما سيبنا بوخارست واحنا عمالين ننط من بلد لبلد، ما صدقنا تزهزه معانا هنا، هنسيبها ونمشي؟ هو احنا ايه يا اخي؟ فقر. خلاص بقى ما فيش وقت للكلام ده يا صلاح. يا عم شويه عيال وعلمنا عليهم، حصل ايه؟ والعيال دي تخص مين؟ مالناش فيه. لا لينا، واللي يخصه مش هيسيبنا في حالنا. طب والخواجه؟ مش كل ده عشانه؟ يا ابني الخواجه عايز شغل نظيف. يا عم يمسحها فينا وهو كله بيعلم على بعضه. خلاص بقى صلاح، الخواجه بعنا، الخواجه بعنا.